بعد مرور 22 عام وفاء ميكي تخرج عن صمتها، فنانة مشهورة لفقت لي القضية، والفنانة المعتزلة ميار الببلاوي كان معاها دليل براءتي وهددوها. بعد 22 عام من قضية تعذيب الفنانة وفاء ميكي لخادمتين، قررت الفنانة رواية تفاصيل الحادث من وجهة نظرها، وخلال حوارها ببرنامج الوسط الفني المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أكدت وفاء ميكي براءتها من القضية، واتهمت فنانة شهيرة بأنها لفقت لها هذه التهمة، واتهمت وفاء ميكي الخادمتين بأنهما كانتا تتاجران في المخدرات، وأن أهلهما لديهم سوابق جنائية، وقالت أنهما أصيبا بمرض جلدي أدى لتساقط شعرهما، ولأن المرض خطير خشيت على نفسها من نفس المصير، قررت تسريحهما بعد 3 سنوات من العمل. وعن حرق جسديهما أوضحت الفنانة: أنا مش مجنونة عشان أعمل فيهم كده، أبوهم اللي كان بيخدرهم ويحرق جسمهم عشان يبتزني أنا ما عملتش فيهم حاجة. وأشارت وفاء ميكي إلى أن الفنانة ماير الببلاوي كان لديها دليل براءتها، لكنها خشت من إظهاره بسبب تلقيها تهديدات بقتل نجلها حال وقوفها مع وفاء ميكي، قد أخبرتها بذلك وهي في القفص، فما كان من وفاء ميكي إلى أن صرخت وطلبت من المحكمة إجبار ميار على إظهار جواب. كما أكدت هذه الرواية فنانة هند عاكف، حيث قالت إن ميار الببلاوي أخبرتها بأن لديها دليل براءة وفاء ميكي. يشار إلى أن وفاء ميكي اتهمت في قضية تعذيب خادمتها عام 2001، وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ثم تخفيفه بعدها إلى 3 سنوات لتخرج عام 2004. وشاركت الفنانة في عدد من الأفلام مثل لحم رخيص ضد الحكومة، المشهد الأخير، إلا ابنتي، البنات والمجهول، الشاهد الأخرس، الجمالية. كما شاركت وفاء ميكي في مسلسلات ذئاب الجبل، الراية البيضة، بوابة المتولي، سور مجرى العيون، نسيج العنكبوت، بنت سيادة الوزير. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما أجمل ورقة، تحياتي وتحيات أصل الثقافة ومعلومة. تابعونا.